كنتسنى تيروح الشمس وندور على الناس، هذا مول البصيله، هذا مول الخويزو، هذا مول البطيطه، باش نجيب الوليده زيما ياكلو. تعذبت دابا اللي تبيع المحل، غدا غادي يخرجني المخزن، ما عنديش فين نمشي الا في الزنقه انا والدري المعاق. ما عندي لا خوت لا خوازات لا فاميلا لا والو عند الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى مجلبه مع الفقراء. احنا في مدينه المحمديه في القصه ديال مي فاطمه. مي فاطمه عندها اكثر من 54 سنه، عندها وليد عنده اعاقه، وعندها الثاني ما خدامش. المنزل اللي ساكنه فيه ديال الاب ديالو متوفى، هي مات لها الراجل. هاد المنزل هذا الاخوه ديالها دعوها وغادي مطروح هو في المزاد. مشاهدينا الكرام، مي فاطمه كتعاني الامرين، تبعوا معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عاودي لي يا مي فاطمه، عاودي. انا اخويا انا هادشي وقع ليا، خواتاتي وامي باعوا الدار الله يرحمها، وشاريها واحد السيد، وداك السيد دابا من 2015 هو داعيني، دابا الدار في المزاد. البارع دزت في الجلسة ما كاينش شاري، خرج انا وياه، جيت بحالاتي اليوم اش غنقول لكم؟ لا اله الا الله. دابا راه الناس عيطوا عليا، جيت من القدس كنتسنى تيروح الشمس وندور على الناس، هذا مول البصيله، هذا مول الخويزو، هذا مول البطيطه، باش نجيب الوليده زيما ياكلو. انا تمحنت، ولكن حقي عند الله سبحانه وتعالى ما يضيعش. خوتي المحسنين شوفوا من حالي، الله يرحم لكم الوالدين. تعذبت دابا اللي تبيع المحل، غادي يخرجني المخزن، ما عنديش فين نمشي الا في الزنقه انا والدري المعاق. ما عندي لا خوت لا خوازات لا فاميلا لا والو عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي غنقول لكم. خواتاتك واخا شافوا وليد عندك معاق، الراجل مات ليك، عندك الوليد الثاني ما خدامش، ما حنوش فيا، كل خو راسو. وشحال هاد الدار هادي بشحال غتباع؟ ابتداء من 30 مليون، ولكن هي ما تجيبش 30 مليون. هادشي اللي كاين. انت دابا شكون اللي كينفق عليك؟ ما كاينش. انا جيراني كل مره واحد كيجيب لي، اما يجيبوا لي قوال تاع السكر، اما يجيبوا لي بيكيه ديال هاتي جيراني اللي هزيني. وكنخرج للسويقه كندور على الكراس، داكشي اللي قسم الله، نجيب خبيزه نجيب الوليده زينايا. وإلا خرجت من هنا غادي تقطع لي العيش ديالي، غادي تقطع، ولكن ما يتقطعش عند الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي كنطلب من عند الله سبحانه وتعالى، هو يفرجها ليا ويفرجها للمسلمين كفى اجمعين. هاد الوليد اللي مريض عندك دابا شحال عنده من عام؟ زيد في 83. والاعاقه اللي عنده فاش؟ عنده الاعاقه ذهنيه وعقليه بجوج، ما كينوض ما كيدوي ما والو، ما كندير ليها ليكوش. هادشي اللي كاين. زعما على وجه هاد الوليد ما كاين والو. كاين الله سبحانه وتعالى، حتى حاجه ما كاينه والو. ما حنش فيا السيد اللي شرى الدار ودعاني. دعاني ولكن بيني وبينه الله سبحانه وتعالى. هادي الدار ديال الوالد ديالكم الله يرحمه، سكنتوا فيها كاملين. هاد الدار ديال با. ديال با مسكين الله يرحمه. ماتت الوالده وخواتاتي باقين حيين. واختي كانت كتجي عندي، وملي قلت لها انت راه جاتني استدعاء بالما غنخوي راه الدار غتباع في المزاد، قطعت النمره بدلتها دارت نمره اخرى، كنعيط عليها والو ما كاينش ما كتهضرش معايا. وعدنا الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي غنقول. مي فاطمه الله يفرج عليك يا ربي. البرنامج اللي عندنا وفيه مول الجلابه هو اللي بحث على القصه ديالك، غادي يساعدك على الاقل في هذا شعبان وفي رمضان. واخا الموضوع ديالك كبير وفيه مشكل ديال السكن، نتمنى من الله سبحانه وتعالى يفرج عليك يا ربي. بسم الله بسم الله، الله يخلف عليك خويا، الله يسهل عليكم، الله يرحم الوالدين في هاد العواشر، الله يجعل ربي ويخلصكم من عندو في هاد العواشر. على الاقل تعتقي بعدا باش تصرفي شويه على وليدك، وهذا راه يتمادي الله تويل الخير.
يا ربي امين يا ربي امين. خوتي المحسنين انتم اخوتي كتشوفوا كتسمعوا، الا ما عاونوني 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 على وجه الله والدري اللي مريض اللي معاق عندي. انا ما عنديش في غندي الدري هذا، ما عنديش. راه كيتبان ليا الزنقه الا خرجني المخزن، تبان ليا الزنقه غنمشي ليها، ما عنديش في غنمشي. ولو كل قيسه براكه ما نبقاش هنايا، ندي نطلب ونجي ليها ونبقى هانية. دابا عايشة في الرعب، اليوم نخرج غدا يجي ويخرجوني، اليوم نخرج غدا يجي ويخرجوني، مكنعش وانا مريضة. كندير لها انسولين، عندي السكر كندير لها انسولين. واش غنقول لكم اخويا؟ كي الله امي فاطمة، ان شاء الله نتمنوا من الله تعالى ربي ييسر لك يا ربي. حنا غادي نتبعوا معاك ان شاء الله، نطلبوا ربي يا ربي تفرجها عليك وعلى هاد الوليد يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مي فاطمه كتعاني الامرين، وصلت 54 سنه عيات، عندها هذا الوليد معاق ما قدرناش نوضعه في الصوره لان انطلاقا من القانون ديال البرنامج. هي مسكينه اللي مقابلاها كدير ليه ليكوش، ما عندها باش تعيش. الاخوات موضوع النقاش، رفعوا الدار للمزاد، غدا تباع المآل ديال هاد السيده هادي، وهذا هو جوهر الموضوع. مشاهدينا الكرام، مجلبة دار هذا الخطوة أنه يدخل شيئا ما فرح على هذه الأخت في الظرفية الحالية، وغادي نتبعوا القصة ديالها. مشاهدينا الكرام، قصة كتألم والله العظيم. تبعوا معايا حلقة أخرى إن شاء الله.